بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأزدى. نحمده سبحانه وتعالى وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الأغر المبارك، شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع باليمن والخير والبركات. هذا الشهر عظيم القدر عند الله تبارك وتعالى، عظيم القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم القدر في قلوب جميع المسلمين. هذا الشهر يكثر السؤال عنه عن بعض الأحكام الفقهية، ومن بين هذه الأحكام أحكام زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بمناسبة فطر المسلمين من رمضان، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الزكاة بدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأما عن حكمة مشروعية تلك الزكاة، فقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، وعونا للفقراء والمحتاجين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. على من تجب تلك الزكاة؟ تجب على كل مسلم يملك مقدار صاع يزيد عن قوته وقوت أولاده في يوم العيد وليلته، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من زوجه وأولاده وكل من تحت رعايته ومسؤوليته. مقدار تلك الزكاة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، وقد وزنها بعض الأخوة وقال أنها من حوالي من 2 كيلو إلى 2 كيلو ونصف بالوزن المعاصر. وأما المسألة التي يكثر الحديث عنها وهي مسألة إخراج القيمة، والحقيقة ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا بد وأن تخرج هذه الزكاة من غالب قوت البلد، وهم السادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة. وذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى جواز إخراج القيمة وعليه، فمن أخرج تلك الزكاة من غالب قوت البلد أو من الحبوب فقد أجزأته زكاته وبرئت ذمته أمام الله تبارك وتعالى، ومن أخرجها من الأموال أو من النقود فقد أجزأته زكاته وبرئت ذمته أمام الله تبارك وتعالى. أما وقت إخراج تلك الزكاة فهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تأصيل فقهي، وهو أنه اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر تخرج في آخر رمضان، لأن هذه الزكاة تسمى بزكاة الفطر من رمضان، أي الزكاة التي تجب بمناسبة فطر المسلمين من رمضان. ومتى يفطر المسلمون في رمضان؟ في الحقيقة في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول قالوا أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وذهب الرأي الآخر إلى أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد. وهل لهذا الخلاف فائدة؟ قالوا نعم، في المولود يولد بعد المغرب، بعد مغرب آخر يوم من رمضان وقبل طلوع فجر يوم العيد، فعلى الرأي الأول لا يجب على وليه إخراج زكاة فطره لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الرأي الثاني على وليه أن يخرج زكاة فطره لأنه ولد قبل وقت الوجوب. وأيضا من المسائل التي برزت في هذا الأمر
أن هذا الوقت ضيق جدا سواء على المعطي أو على الآخذ، ولذلك ثارت هنا مسألة أو برزت هنا مسألة، وهي هل يجوز تعجيل زكاة الفطر؟ فذهب جماهير أهل العلم إلى جواز تعجيل زكاة الفطر، فمن العلماء وعلى رأسهم الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان، ومن العلماء من قال أنه يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان، وهم السادة الشافعية، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فمن أخرج هذه الزكاة في أول رمضان فهذا مباح ويجوز له ذلك، ومن أخرجها في وسط رمضان فهذا مباح ويجوز له ذلك، ومن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، المهم ألا تأتي عليك صلاة العيد ولم تخرج زكاة مالك. وأما الأصناف المستحقون لهذه الزكاة فهم الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة عموما، وهم المذكورون في قول الله تبارك وتعالى من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأن يتقبل منا صيامنا وأن يتقبل منا قيامنا وأن يتقبل منا زكاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.